السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم كل متابعيني في قناتي التعليمية على اليوتيوب. النهاردة بإذن الله هنعمل فكرة جديدة. الفكرة دي أنا عملتها من حوالي 4 سنين في منتديات ورد للفنون. تقنية جديدة اسمها جلد التعبان أو ملمس جلد التعبان. يعني إيه؟ إن أنت إحنا ندي العمل اللي إحنا هنعمله خلفية أو شكل افكت كده يدي شكل جلد التعبان، ولو لوناه هيدينا بالظبط زي جلد التعبان، هنحس ان هو احنا بنستخدم حاجة جلد. انا هنا عملت المعجون وحطيت عليه الحاجة اللي انا بعمل بيها الشكل، باخد بيها شكل المثلثات اللي هي بتاعت جلد التعبان، وهوريكم دلوقتي هتتعمل ازاي. اول حاجة هنجيب اي سطح، اي علبة مثلا احنا عايزين نعملها هنصممها، طبق او صينية، اي حاجة احنا عايزين، بس صينية مش هتنفع، صينية عشان هي تبقى محببة شوية فمش هيقعد عليها الا ممكن نعمل الجناب بتاعت الصينية، ممكن نعمل الخلفية بتاعت البرواز او التابلو، يعني نعمل له برواز كده. اولا انا هستخدم حاجة زي دي طبعا بتتباع في اي سوبر ماركت، بيتحط فيها الخضار والثوم والبصل والحاجات دي، فلما شفتها وشفت شكلها كده فحبيت ان انا استغلها. اولا ممكن ان انا احط معجون واضغط عليه بالشكل ده علشان يديني حبيبات بارزة، وممكن اعمل كده والون، لو انا عايز حاجة مسطحة الونها الوان متداخلة، بني في بيج في زيتي مثلا يدينا مثلا شكل جلد التعبان، او نبيتي في زيتي في بيج، يعني برضو ممكن تمشي اي الوان متداخلة، ممكن اسود مع فضي مع ذهبي، ممكن اسود وذهبي بس، او اسود وفضي بس، او بني، اي لون من الوان جلد التعبان احنا ممكن نقدر ننفذها بالتقنية دي بالشبكة دي، يعني متوفرة عشان ما حدش يقول لي انا مش هلاقيها. لا، هتلاقيها في السوبر ماركت الكبير، في كارفور، في مترو، في اي مكان. وعندي لو انا حابة ان انا اعمل المثلثات دي او اللي هي الشكل السداسي ده، لو انا حابة ان انا اعمله اصغر شوية، باخد عندي قماش، دي بيتعمل منه طرح، بيتعمل منه حاجة كتير، بس انا المهم لقيته عندي فمديني برضو نفس الشكل. حبيت ان انا برضو اعمل شكل تاني، عندي قماش تاني لكده، قماش عادي جدا شبيكة ممكن يمشي برضو. خلاص، فاحنا دلوقتي تعالوا هنشوف هنعمل ايه. اولا انا حابة ان انا احط معجون، انا بستخدم معجون الحوائط اللي هو ده، سايبس معجون حوائط، اوكي، شكله كده، شكله كريمي. فلما استخدم الشكل الكريمي ده معاه وينشف هيديني شكل حبيبات جميلة جدا بارزة، اوكي. فهناخدها مع بعض، ممكن اعملها بالسباتولا اللي هي بتاعت المعجون عشان تديني سطح املس. هبدأ اول حاجة احط المعجون هنا، دي انا كنت دهناها اسود عشان كنت هشتغل عليها وما عجبنيش الشغل، فهعملها دلوقتي بالمعجون وهحط عليها زي ما اتفقنا القماش اللي احنا جبناه عشان ناخد الشكل بتاعه، وباذن الله هوريكم برضه هيتلون ازاي بحيث ان هو يدينا شكل الجلد التعبان بالظبط. هنكسي كل المناطق ونخليها سوا واحد، نحاول نخليها سوا واحد بالشكل ده. يعني لو احنا عملنا التقنية دي بتاعت جلد التعبان هتغنينا بقى عن اي حاجة تانية تتحط عليها، لان هي بتدي بصراحة شكل جميل جدا. دي شكل الجلد بالظبط الليزر. اتخن هنا شوية عشان يبقى كله واخد نفس الشكل. عندي نفس الطريقة دي، اللي مش عايز يحط معجون حوائط ويعملها
ملساء ما فيش مشكلة يعملها. انا بس عايزة الحبيبات دي تكون بارزة تدي شكل الطف. دي انا بعتبرها تقنية جديدة وياريت تجربوها وتقولولي رأيكم فيها ايه. تستخدم بقى على الصواني، على الصناديق، على جناب يعني الصواني صناديق. طبعا لما بستخدم وبخلص الحاجة اللي انا بشتغل بيها اقفلها على طول، لان المعجون بينشف بسرعة لازم اقفله كويس جدا. اوكي طيب، هاجي دلوقتي اجيب القماشة دي وهبدأ احطها عليها بالشكل ده واشد عشان اخد نفس الشكل. كده بالظبط، لو انا خدت نفس الشكل بتاعها هتطلع حلو جدا. فهسيبها تنشف عليها حوالي نص ساعة عشان لو انا بطلعها ما تكونش المعجون ما يكونش طري فيبقى منكوش زي الطبق كده، لان الطبق ده كان طري فاتنكش مني شوية. اوكي هنا العلبة نشفت وهبدأ ان انا اشيل القماش من عليها زي ما انتم شايفين كده. انا بسيبه عشان ياخد نفس الشكل بالظبط. اوكي نفس الشكل كده، ايه رأيكم؟ انا عايزة المسدسات دي او عايزة الشكل ده علشان بإذن الله ينشف اكتر وهبدأ الون. اوكي هنيجي دلوقتي للتلوين. اولا انا عايزة هلون بلون اللي هو الاوكر ده الهافان، هلونها بطريقة كده عشوائية. الطريقة دي تاخد فرشة تانية. الشكل ده انا عايزة ادي نفس الرتوش اللي موجودة في جلد التعبان. هختار النهاردة ان انا هعمل البنيات، هاخد هزود اللون الاصفر. اعمل زي السبونشات دي اللي هي موجودة في جلد التعبان. وهبدأ حواليها اعمل بالبني برضو، اخليها زي بوتش كده. الطريقة دي بيدي شكل حلو قوي في النهاية. لما بتخلص بتبقى عاملة زي الجلد بالظبط كأنها لزار. وعايزة هدخل اللون الاسود برضو معاها
اقفل الابيض ده شويه كده، هبدا اخد الاسود وهمشي شرايط كده بين ده وبين ده، بين اللون ده وبين البني. كده بدأت الملامح تبان شوية. مش عايزة ازود الاسود قوي، وابدأ بقى الابيض ده احاول ان انا اخفيه. نفس الشكل ده، ايه رأيكم؟ بحاول ان انا ايه اخلي ما بينش الابيض ده ناصع قوي، يعني انا عايزاه موجود بس ما يكونش ناصع قوي، يكون مدي ضيق كده ممكن اسود عليه. ولسه هديله كمان طبقة ذهبي خفيفة جدا. دي الفكرة، طبعا الجناب هنا هتدهن كلها، بس دي الفكرة اللي انا حبيت ان انا اعملها لكم. دي يعني تقليد اللزار او جلد التعبان، اتمنى الفكرة تعجبكم. وهنا انا عملت حاجة ابيض في اسود او رمادي بالشكل ده. عندي بقى عايزة اعمل حاجة تانية، ما تكونش الالوان بايه، ما يكونش معمول عليها معجون. انا دلوقتي عايزة اعمل بقطعة القماش اللي احنا ايه اتفقنا عليها. خلاص هنحط قطعة القماش كده، نحطها بالطريقة دي هنا، وهبدأ ألون، هبدأ ألون عليها. نختار لون ايه، نختار اللون النبيتي والاسود. ماشي، ناخد اللون الاسود مع النبيتي بيبقى درجة حلوة قوي. ناخد اسود ناخد الاسود درجة الاسود. ارجع تاني واقول هي دي الالوان اللي انا بستخدمها اللي بتتباع عند الموان، وهاخد معاها حتة احمر وابدأ ادمجهم مع بعض. هاخد سبونشات، هحاول اعمل سبونشات هنا. ادخل اللونين مع بعض، الشكل ده هتاخد لما نشيل قطعة القماش هنلاقيها خدت الشكل. يعني احنا ممكن نعملها بمعجون الحوائط، وممكن نعملها بالالوان كده، لكن انا بحب بصراحة معجون الحوائط، بيدينا شكل بارز حلو جدا. انا هوريكم القطعة اللي اتعملت بالشكل ده، ممكن احطها وازود عليها اصفر. هي دي الفكرة
اللي احنا قلنا هنعملها، هكملها، هحاول احط دي كده عليها تاني واكملها علشان اوريها لكم لما تخلص خالص. يعني احنا شفنا دلوقتي التأثير بتاعها شكله جميل جدا، ولما تخلص وتاخد الورنيش كمان هتدي شكل حلو قوي. لازم اشد عشان تاخد الشكل. زي ما اتفقنا ان احنا ممكن نعمل كده بالشبكة اللي هي بتاعت التوم اللي بتتباع فيها الخضار والبصل في سوبر ماركت، اي سوبر ماركت كبير هتلاقيها، او عند اي فكهاني ممكن. اوكي، انا بحاول اعمل اقلب كده، احط ازود حته احمر برضه عشان اعمل الناحيه الثانيه. يا رب تكون الفكره بس عجبتكم، لان دي ممكن يتعمل منها حاجات كتير جدا. ومجرد ان انا بدي الشكل الجلد، وابدا لو انا عايزه احط اي حاجه عليه هحطها. وفي طبعا حاجات مش هتقبل اي حاجه، لان زي دي كده هي من نفسها شكلها حلو يعني من غير ما نديها اي حاجه. طيب انا هشيلها عشان كده بقت بنفس الشكل ده. هحاول اقفل برضو اللون الابيض شويه. دي الفكره اللي احنا عملناها مع بعض، ودي تاني فكره. ده شكل جلد التعبان برضو معموله بالمعجون، ودي بالرسم بس. والعلبه اللي احنا هنعملها هنفنشها، هدهنها ورنيش، وهوريها لكم باذن الله لما تخلص. واتمنى الموضوع يعجبكم وتنفذوه، هيعجبكم جدا، يعني تحس ان انتوا عملتوا حاجه جديده من لا شيء. اوكي، ده اسمه تكنيك تاثير جلد التعبان. اوكي، اشوف بقى كومنتاتكم ولايكاتكم، ولو حد عنده سؤال يقول لي. هفنشها وهعرضها لكم باذن الله.